صباح هذا اليوم في ديوان محافظة نينوى مع الإخوان مندوبي مصارف الرشيد الرافدين المصارف الأهلية بالإضافة إلى البنك المركزي والأخ مستشار محافظ البنك المركزي لمناقشة وضع وأداء ومشاكل المصارف العاملة في محافظة نينوى ومدينة الموصل لغرض العمل على مناقشة المشاكل مع الجهات ذات العلاقة ومحاولة معالجة أسبابها لغرض التفعيل العمل وتسهيل وتقديم الخدمة إلى المواطن الموصلي بدل تحمل عناء السفر للذهاب إلى محافظات أخرى، ولكي يعود وضع نينوى إلى الوضع الطبيعي. حصلت مناقشات مستفيضة وبناءة، تم الاتفاق من خلال هذا النقاش على حل أغلب المشاكل، وسوف نعمل بالتنسيق مع الأخوان المعنيين على حل باقي المشاكل من خلال اتصال ببغداد والجهات ذات العلاقة وأصحاب القرار. النقطة المهمة أنه كان في خلال الفترة السابقة الفلاح المزارع اللي مسوق إلى محصول الحنطة من يستلم الصك من الدائرة المعنية عليه أن يذهب إلى كركوك لصرف الصك من مصرف الرافدين. تم الاتفاق مع الأخوان الآن على أن بإمكان الفلاح مراجعة أي مصرف يعمل بنظام المقاص الإلكتروني في مدينة الموصل سواء كان أهلي أم حكومي، ويتم صرف الصك داخل مدينة الموصل، بالإضافة إلى مناقشة عمل الشركات ومكاتب الصيرفة ومحاولة حل هذه المشكلة بالتنسيق مع الأخوة السادة النواب أعضاء مجلس النواب ممثلين نينوى. بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة سوف نعمل على حل المشاكل. شكرنا وتقديرنا إلى الأخ مستشار محافظ البنك المركزي والإخوان مدراء الفروع والمندوبين لتفهمهم وتعاونهم، وندعو إلى التعامل مع المصارف الأهلية حال حال أي مصرف حكومي لغرض الإسراع بالتنمية الاقتصادية ودفع باتجاه تفعيل وحركة المال داخل مدينة الموصل. نشكر السيد المحافظ ونشكر السيد السادة النواب مدينة الموصل لحضورهم هذه الحلقة من النقاش حول المشاكل والمعوقات اللي تعاني منها المصارف الموصل. واحنا بدورنا وجهنا السيد محافظ البنك المركزي الاستاذ الدكتور علي العلاق بان ننسب الى فرع الموصل في المرحلة الحالية لغرض الوقوف على جميع مشاكل الفروع، اضافة الى دعم البنك المركزي اللي فتح ابوابه امام المصارف الاهلية باستقبال إيداعاتهم وتزويدهم بالعملة العراقية، إضافة إلى حل مشكلة الفئات النقدية الصغيرة والفئات التالفة في المحافظة. فأبواب البنك مشروعة، واتفقنا ويا المصارف أنه ما يسوون حملة على العملات التالفة الموجودة بالمحافظة حتى نقضي على هذه الظاهرة، إضافة إلى بعض المسائل والمعوقات اللي كانت تعاني منها التعامل الجهات الحكومية مع المصارف الأهلية، بما أنه القطاع الخاص هو الركيزة المهمة والأساسية في تطور الاقتصاد العراقي. فلقائنا كان ويا السيد المحافظ أنه توجيه الدوائر الحكومية في المحافظة بالتعامل لتيسير أعمال المصارف الأهلية. تشرفنا اليوم بحضور مع السيد محافظ نينوى السيد منصور المرعيد وكذلك مسؤولين المصارف الحكومية والأهلية في داخل المحافظة. حقيقة الاجتماع هو جدا مهم لتفعيل الحركة الاقتصادية داخل المحافظة، وكذلك تم التباحث حول شركات الصيرفة التي هي متوقفة لأكثر من سنتين ولم يتم فتحها لحد الآن داخل المحافظة. ملف الشركات الصيرفة تم العمل عليه من قبلي لمدة طويلة، واتخذنا جميع الإجراءات اللازمة من مفاتحة الجهات الأمنية لتفعيل الحركة الاقتصادية داخل المحافظة، وكذلك لتحويل مبالغ من داخل المحافظة وخارجها بدل الذهاب إلى محافظة أربيل أو المحافظات المجاورة.
صراحة لم نحصل على نتيجة لكون الموضوع كأنما مقصود لمحافظة نينوى. الحجة المستخدمة هي حجة الوضع الأمني، الوضع الأمني مستقر، وكذلك الشركات الصرف التي تعاملت مع داعش هي مشخصة ومتخذ بها إجراءات قانونية بحق أصحابها. أما بقية الشركات فتأخذ منهم المبالغ المطلوبة من ضريبة وغيرها ورسوم، ولكن لم يوافقوا على فتح هذه الشركات لحد الآن، ونحن مستمرون في متابعة ملفها إن شاء الله إلى أن نحصل إلى نتيجة ونحاول فتح هذه الشركات واللي عددها 70 شركة تقريبا. كان الاجتماع في حل المشاكل الخاصة بالمصارف الموجودة في محافظة نينوى، وتم مناقشة أغلب المشاكل وتوجيه من سيد المحافظ إلى حلها. ونشكر سيد المحافظ والإخوان الحضور وممثلي المصارف، ونوعد الزبائن في محافظة نينوى أن البنك المركزي مفتوح أبوابه لاستقبال الزبائن، إضافة إلى ما يخص المبالغ التالفة أو النقد التالف. سيتم توجيه المصارف باستقبال النقد التالف والإعاز له باستقبالها.